المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عملية الصالون مع أحمد عبدون. بكرة إن شاء الله حلقتنا مع الدكتورة ملك يوسف زرار، كان المفروض إن احنا نناقش فيها الغسل والكفن وإجراءات العزاء، ولكن لأهمية الموضوع وأهمية مشروع القانون الذي يقدم الآن أمام البرلمان والخاص بعقوبة الابن العاق، عقوبة تصل بالسجن الى 3 سنين لخمس سنين وغرامه ماليه. مجمع بحوث اسلاميه كثير من اعضائه شجعوا هذا القانون، وكثير من الاعلاميين والصحفيين نشدوا البرلمان بصوره اقرار هذا القانون. بكره ان شاء الله هنناقش هذه القضيه. وهل المساله النهارده محتاجه قانون؟ يعني هل الابن النهارده لا دينه ولا اخلاقه ولا تربيته ولا المجتمع، وهو دايما مجتمع متدين بطبعه ودايما بنعلم وبنكرس في الابناء اهميه صله الرحم واهميه بر الوالدين، اوصل الابن النهارده اقول له يا تحب ابوك، يا تحن على ابوك، يا تصرف على ابوك، يا اما اسجنك يا اما احبسك وغرمك فلوس، هو ده الحل؟ اكيد ده حل من الحلول، ان احنا النهارده نصل بينا لها طول الوقت لما نناقش قضيه من القضايا يقول لك بتهينوا الشعب المصري، بتهينوا الجيل الجديد، بتهينوا الابناء، بتهينوا الاباء. او نائبه برلمانيه اللي انا بشكرها جدا شاديه خضر مقدمه مشروع قانون عشان نحبس ونسجن ونغرم الابن العاق بوالديه، وكمان دكتور شحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلاميه بيناشد سرعه اصدار هذا القانون وبيقول بقت العقوبه سمة من سمات هذا الجيل، ده هو اللي بيقول مش انا. ده بيخلينا اكيد نعيد نظر مرة تانية، واحنا من رب ولادنا من ربيهم ازاي. بكرة هنناقش مع دكتورة ملكة زرار، هو ده الحل؟ ربما يكون في بعض الاحيان هو ده الحل، ولكن اكيد الحل مش هو ده الحل الامثل لينا، ان احنا نقول للابن لو ما صرفتش على ابوك، لو ما حنيتش على ابوك، لو ما اهتمتش بالسؤال على ابوك او امك هنسجنك او نحبسك. يوم الثلاثاء اللي جاي حلقه نهايه الاسبوع مع الدكتور سامي عبد الجليل، وزي ما انتم يعني نوهنا وزي ما حضراتكم عارفين احنا بنبدا البرنامج يوم الجمعه بلقاء دين مع الدكتور حذيفه المصاد، استاذ عقيده وفلسفه بجامعه الازهر، عالم ازهري خريج الازهر، وبني اللقاء دايما بالدكتور سامي عبد الجليل من وزاره الاوقاف، بحيث ان احنا دايما نناقش القضايا الفقهيه ومستمرين معاه في قضيه الطلاق. احنا النهارده بس سريعا هنروح للاهرام عندي اختار الفتاوى، وميت هذا المقال اللي كتبه دكتور وحيد عبد المجيد، هاخد جزء بس منه، ممكن نشوف المقال على الشاشه. اختار الفتاوى، هو دكتور وحيد عبد المجيد بيقول انا كنت راكب القطر ولقيت جنبي رجل اللي فهموا منه ان هو شيخ او داعيه اسلامي من كتر التليفونات اللي جات له، وبين في اخر المقال بس بيقول كان التليفون بتاعه بيتصل او بيضرب طول الوقت، بيقول لك قد تحولت اخر المقال، بيقول لك قد تحولت الفتاوى الى بزنس، ده مقال الاهرام النهارده، وصارت لها سوق واسعه نحو يسيء الى الاسلام ويحط من شان العالم الديني ويضل الكثيرين يسيرون بلا تفكير الى ارتكاب اثام، ربما جراء في بعض الاحيان، وسيبقى المجتمع ضحيه هذا البزنس الى ان نجد سبيلا لوضع حد له. ده كان مقال دكتور وحيد عبد المجيد النهارده في الاهرام، فكره هو كل حد يفتي، هو احنا محتاجين مفتي لكل مواطن، ده كان مقال النهارده في الاهرام. والنهارده معانا موضوعين مهمين هنناقشهم بعد قليل لما تنضم لينا دكتوره ولاء شبانه في حلقتنا النهارده. معانا موضوع وموجود صورته النهارده في الاخبار، وهو مشروع قانون ايضا في البرلمان، وانا ببقى سعيد جدا لما بلاقي ان مشروعات قوانين قريبه مننا بتحل مشاكلنا، وهو وجع الدروس الخصوصيه، قضيه تربويه، قضيه اجتماعيه، لها شق اخلاقي، لها شق تربوي. بنتكلم النهارده تجريب دروس خصوصيه امام النواب الاسبوع القادم، هيحبسوا وهيدفعوا المدرسين غرامات كبيره وهيقفلوا المراكز والسناتر. برضو القانون ده هو اللي هيحل المشكله؟ ده اللي هنناقشه النهارده مع دكتوره ولاء شبانه. دكتوره ولاء شبانه استاذ علوم سلوكيه وايضا تربويه ولها تجارب كتيره في المدارس وفي الدروس الخصوصيه. هل هذا المشروع ان احنا نجرم الدروس الخصوصيه هو ده الحل؟ هو ده اللي هيخلي عيالنا تفلح في المدارس وهيطلعوا شاطرين فاهمين ناضجين، ولا المشكله اكبر من كده؟ مشكلة سيستم المدرسة نفسه، قبل ما نجرم الدروس الخصوصية نوجد المدرس الجيد، المناخ التعليمي الجيد عشان نقدر نجرم الدروس الخصوصية، ففعلا
تتجرم. وانا اخشى بس لما يصدر هذا القانون ان المدرس كان بياخد 300 جنيه في الحصه يبتدي ياخد 600، ويبتدي يخاف على نفسه وعلى اسمه، ويبقى كده عامل زي ايه، عمله نادره في الاسواق. ده موضوعنا الثاني هنناقشه النهارده. معايا طبعا الموضوع الاولاني وهو خطبه الجمعه كلنا استمتعنا بيها الاسبوع الماضي، وحضر امام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. واللي راح المدينه يعرف حلاوه المدينه وريحه الطيب وناسها الطيبين، وحتى الاذان اللي هناك كلنا بنستمتع بيه، والصلاه هناك في الحرم النبوي. فهو في خطبه الجمعه اتكلم عن موضوع مهم جدا، وانا بناشد المسؤولين عن خطبه الجمعه وتوحيد خطبه الجمعه هنا في مصر. مهم جدا ان احنا نناقش القضايا الاجتماعيه اللي لها برضو جذور دينيه، اللي تبقى قريبه مني كاب كام كابن. في خطبه الجمعه الاسبوع الماضي اتكلم عن الطلاق، وما اتكلمش على ان احنا دايما نقول ان الطلاق بينتج عنه تشريد الابناء، لا، اتكلم مولانا على ان الطلاق بيؤدي الى تشريد الزوج والزوجه كمان، وهي دي الخطوره، هو ده الجمال كان في هذه الخطبه. اتكلم عن انتشار الطلاق، وهنا القضيه مش قضيه مصر بس، يعني لما الامام في الحرم النبوي بيتكلم عن ظاهره انتشار الطلاق، اذا بقت مشكله من المحيط الخليجي وعين من المجتمع العربي. اتكلم عن انتشار الطلاق، تفكك الاسره، تشرد الابناء، ونشر طبعا صحيفه الرياض بالسعوديه هذه الخطبه. وانا اللي يهمني بس واللي كل مواقع التواصل الاجتماعي علقوا عليه، وهو ان هو مولانا ركز على اسباب الطلاق، المسلسلات الفضائيه. والله ما اتكلمش على المسلسلات المصرية ولا الخليجية ولا التركية ولا الهندية ولا المكسيكية، اتكلم بوجه عام على ان المسلسلات الفضائية اللي بيتكلم عنها مولانا في السعودية ما حددش نوع المسلسلات، ولكن قالك ان هذه المسلسلات افسدت البيوت العربية وهي التي ادت الى انتشار الطلاق. فمعانا النهاردة الموضوعين دول، موضوع تجريم دروس خصوصية ده تأثيره ايه علينا كمجتمع، ايجابيات سلبيات، وهنتكلم كمان على خطبه الجمعه. وبكرر مره ثانيه، مهم جدا ان خطبه الجمعه تكون بتتكلم طول الوقت عن مكارم الاخلاق والاحسان واهميه النظافه، انها من الايمان، وان الرشوه حرام وان الكذب حرام. لكن في نفس الوقت لما نناقش كمان القضايا الاجتماعيه اللي مرتبطه بينا، بيبقى هو ده النجاح. امبارح كنا بنناقش مشروع اثنين من الشباب جولنا بيه من لندن، هم خريجين مدارس انترناشنال، راحوا لندن درسوا ورجعوا بمشروع بيقولوا فيه ان هم بيحموا فيه المراه المصريه. مشروع فيونكا زي اوبر وكريم كده، ولكن السيدات هي اللي بيستخدموا عربياتهم او سائقات حتى، وكمان غير مسموح بركوب هذه السيارات الا السيدات. اتسالت سؤال، طب في منتقبه؟ قالوا اه. طب اتسالوا سؤال تاني، طب هل هيسمح بركوب رجال مع السيدات؟ قال لك لا، لازم يكون طفل، انما لو كان شخص بلغ فيمنع ده. كنا مهتمين امبارح واحنا في اخر الحلقه، للاسف الشديد ما كانش عندنا وقت، بس ناخد اتصال مع الكاتبه الكبيره فريش ويش اللي يهمني رايها في هذا المشروع. احنا رايحين او هم رايحين بينا على فين؟ هل ده مشروع بيخدم المجتمع المصري ولا بيهده؟ اهلا بيك استاذه فريده. الو الو. ايوه اهلا بيك استاذه فريده. اهلا بيك. يعني شايفانا في 2018 مشروع مثل هذه المشروعات في يونكا للسيدات فقط، وفي سائقات منتقبات، وممنوع ركوب الرجال حتى لو كانوا ابناء هذه السيدات، لازم يكونوا اطفال. شايفه ده سببه ايه؟ والله شايفه ان سببه كل ال، طب نعلي الصوت يا استاذه فريده مش سامع. كل الهجه اللي وردت علينا من منتصف السبعينات، اللي هي انت، انا ما شفتش باي بلد رحته دول المفروض متقدمه ان في مكان في المترو للنساء. يعني ايه للنساء؟ يعني الرجاله بتوعنا مثلا ما يقدروش يشوفوا واحده ست ويحترموها وتقعد جنبه كانسانه. التكريس ده بتاع تقسيم المجتمع الى رجل وامراه، الى ذكر وانثى، ده دلوقتي اللي احنا شايفين نتيجته في الشباب. نعم. بعدين يعني ايه بالغ ويعني ايه مش بالغ؟ ايه المصيبه اللي احنا واقعين فيها دي؟ دي مصيبه على فكره. احنا المفروض ربنا قال خلق الانسان، 100 مره بكررها، الست انسان والرجل انسان، هما الاثنين بني ادمين المفروض مواطنين
يعني بيشتغلوا في البلد، بيخدموا البلد، وبيستفيدوا ويفيدوا البلد. هو ده المفهوم بتاعي انا. اما حكايه تكريس ان يبقى الستات ليهم حاجه والرجاله ليهم حاجه، دي نتيجه الثقافه الوافده علينا. احنا كان عندنا ملكه من الاف السنين، ملكه نعم بتقود جيوش وبتاع. احنا النهارده نعتبر المراه عوره والمراه لازم تستخبى والمراه لازم ما تشوفش راجل. طب العيب بقى على فكره كده، انا بلاقي ده بيصم مجتمع الرجال العرب والمسلمين، لانه معناه ان الرجل لو شاف امراه ما يقدرش يتملك اعصابه، ممكن يعمل فعل فضح في الطريق العام او في تاكسي او في مصيبه. انا حجاني مش قادر اصدق ان دي مصر. عموما انا بشكرك جدا، وبندق نقص الخطر، وبنقول هل المجتمع، هو السؤال في النهايه يعني عند المجتمع هيتقبل ده ولا مش هيتقبله. هنشوف مع بعض راي الشارع في هذه القضيه في تقرير سريع، بعدها هتنضم لينا الدكتوره. طب ناخد فاصل اعلاني، ناخد الدكتوره ولاء شبانه والموضوعين اللي موجودين معانا. هنتكلم عن قانون امام البرلمان بخصوص او مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصيه، وايضا الموضوع الثاني الخاص بأسباب انتشار الطلاق في المجتمع العربي كله هي المسلسلات التلفزيونية. نلتقي بعد الفاصل لحضراتكم بعد الفاصل الإعلاني، وبنبدأ حلقتنا حالا بالموضوعين اللي نويت عنهم قبل الفاصل. وكنا بنتكلم على مشروع مقدم للبرلمان ليتم إقراره، وكثير من النواب متحمسين له من أولياء الأمور، هو تجريم الدروس الخصوصية. وأيضا دعية سعودي، وزي ما قلت هو رجل فاضل في خطبة الجمعة، اتكلم على إن اضرار الطلاق وانتشار الطلاق، وقال لك ان الاضرار مش بس منصب على الابناء، كمان على الزوج والزوجه، وكما ان المسلسلات التلفزيونيه هي السبب الرئيسي في انتشار الطلاق. وما كانش عن المسلسلات المصريه عشان ما ناخدش الموضوع على اعصابنا، ولا كان عن المسلسلات الخليجيه، ولا كان عن انتشار الطلاق في مصر، هو كان على المجتمع العربي بوجه عام. اذا الموضوع لا يخص بلد بعينه، واحنا قناه فضائيه فالعالم كله بيتفرج علينا، فاحنا بنتكلم على القضيه بتواجهنا كمسلمين من محيط الخليج، وهو انتشار الطلاق. طب برحب بضيفتي الكريمه دكتوره ولاء، برحب بيكي. اهلا بحضرتك يا سيدي. ونبدا بما قاله امامنا الكريم امام مسجد الحرم النبوي الاسبوع الماضي في خطبه الجمعه، وهو ان اسباب انتشار الطلاق المسلسلات التلفزيونيه. شايفه ده سبب رئيسي فعلا ان احنا كل راجل مش عاجباه مراته بعد ما شاف البطله اياها والعكس، صحيح ولا لا؟ لا، هو الحقيقه هي دي نقدر نعتبرها حقيقه نسبيه، بمعنى ان مش كل الناس يعني ليها نفوس سهل التلاعب بيها اصلا عشان يعني تنجرف او تنطور حاجه زي دي. ولكن بوجه عام لا، هو سبب من الاسباب الشديده المستشريه حاليا في العالم العربي مش في المجتمع المصري بس، هي تاثير الدراما والمسلسلات والحاجات دي على كنية الأسرة المصرية أو الأسرة العربية بوجه عام. المسلسلات بوجه عام، منها التركي ومنها الهندي، يعني ما كناش المسلسلات المصرية، المسلسلات لا، هي الفكرة بوجه عام يعني سواء مصري أو تركي، ولكن تركي تحديدا يعني هي بتبالغ في الرومانسية بشكل كبير قوي، فبتدي انطباع إن مفهوم الحب والعلاقة الزوجية والحياة الأسرية ومفهوم الرجولة بالحب الطاغي وبالكلام الجميل والحياة الوردي مخليها دايما إن يعني البعض من النساء يعتقدن خطا ان كده لا، ده انا اللي عندي في البيت ده هو اللي فيه حاجه غلط، لان التركي ده هو ده الصح. لا، هي الفكره مش كده خالص طبعا. ولكن للاسف الشديد هم بيجدوا مبتغاهم فيما يطلبونه في الواقع من الحاجات اللي هي انا بعتبرها خياليه الحقيقه، يعني فبيشوفوها قدامهم على الشاشه. اكيد، فده طبعا بيدي انطباع سلبي جدا جدا على البيت، بتبقى ردود افعالهم مش كويسه. ده مفيد ولا بيضر؟ ممكن واحد يقول لك بالعكس، ده ممكن المفروض البطله الفلانيه هي تكون مثل اعلى لزوجتي، فتقلدها في رفعات، تقلدها في ملبسها، تقلدها في شكلها. ليه لا؟ يعني ليه دايما ناخد الجزء اللي هو مهما اشوف مش هغير من نفسي؟ طب يقلدوه. بص حضرتك، هي اصل الفكره ان المعاملات الانسانيه هي كل حاجه، فمهما تكون المعاملات الانسانيه متدنيه، عمر ما الطرف الاخر هيقدر ان هو يدي الشكل المناسب في كل حاجه. بمعنى ان الزوجه مثلا لقت تقصير معين في الزوج في المعاملات، او يعني بزعيق شويه، بشخط شويه، بنرفزه، بعصبيه،
اي سلبيه من اللي ممكن تتواجد في اي بني ادم، هي مش هتفكر ساعتها طب ما انا لما اكون رفيعه ممكن سلوكياته تتحسن، لا هي مش هتتحسب بالنسبه لها كده، هي هتحسب بالنسبه لها شوف هو بيتعامل مع زوجته ازاي، شوف هو صوته هادي ازاي، شوف يعني ما حدش هيقول اصل انا لما ابقى رفيعه صوته هيبقى هادي، لا هي مش هتتاخد بالنسبه لهم بالمقياس ده، لكن هتتاخد بالنسبه لهم ان انا كده محرومه من اشياء معينه من حق ان انا اتعامل بيها كزوجه مصريه او عربيه، انا بشوف الراجل التركي بيتعامل بيها، هي مش موجوده، هم مش متخيلين بقى هل ده الواقع ولا ده مجرد تمثيل؟ يعني الناس ما عندهاش تمييز. حضرتك اتكلمت هنا عن الرومانسيه، اذا الضيفه الكريمه اللي بتحلل معايا التفسير ده هو ان احنا بنشوف الرومانسيه مش موجوده، مش عايشينها على ارض الواقع في المجتمعات العربيه. والله حتى وان كنا عايشينها مش بالشكل المجحف اللي موجود في المسلسلات التركيه. في ناس تقول لك برضو هذه المسلسلات بتنقل لنا واقع اجمل بكتير من اللي احنا عايشينه، مش بس على مستوى البني ادمين والجمال الشكلي، لا كمان على مستوى القصور اللي موجوده في المسلسلات، مستوى الغنى الفاحش اللي موجود اللي احنا برضو كمجتمعات عربيه من المحيط الى الخليج مش عايشينها. والله يا فندم بص انا ممكن اخدها كانها سينما موجهه، انا بعتبر بصراحه ان السينما التركيه دي سينما موجهه الحقيقه. بس على فكره هي التحليل او خطبه الجمعه ما كانتش عن المسلسلات التركيه، لا هي التركيه تحديدا هي اللي مجحفه فعلا في رومانسيه وفي مبالغه شديده جدا في شكل البيوت والملابس والميك اب والاكسسوارز والحاجات دي، لا هي فعلا مبالغ فيها قوي فملفته فعلا للنظر، ده حقيقي، ده المسلسلات التركيه تحديدا يعني اكتر من مسلسلاتنا. بتشوف فيها بهرجه واكسسوارات وجمال اكتر من عندنا. لذلك دايما كل الخيال بيبقى للمسلسلات التركي، كل الانصياع للمسلسلات التركي، التقليد الاعمى الفظيع، انا بشوف ده حتى يعني في سيدات بينهال ورا الاكسسوارات حتى التركيه لمجرد ان هم شافوها في مسلسل ما، وممكن ما تكونش لاقيه اصلا على اللبس بتاعنا، بس هو عشان هي شافتها في مسلسل تركي فبدأ يحصل استهواء مش طبيعي فعلا. طيب عموما احنا زي ما قلنا طرحنا هذه القضيه وبنستنى اتفاقات حضراتكم، ومعانا القضيه الثانيه وهي برضو بتهم الناس كلها وبتهم البيوت، واللي بيتواصل معانا يختار اي موضوع من الموضوعين يفتحوا معانا. عندي مشروع قانون امام البرلمان وخاص بالحبس وغربات ماليه كبيره تنتظر المدرسين وقفل المراكز اللي دايما كنا بننتقدها. شايفه مستقبل ده ايه؟ هل ده هيحسن المساله ولا هيحدها ولا هيزودها؟ والله انا مش هتكلم في حدود الراي العام اللي ممكن يبقى بيرضي الناس، لا انا هتكلم في حدود الواقع اللي انا نفسي ببقى شايفاه داخل المدارس والجامعات، لان السناتر دي في منها المدارس وفي منها جزء خاص بالجامعات. المشكله دلوقتي ان قالها يعني هل انا عشان اجرم زي ما هما بيقولوا او اعمل قانون لحاجه زي دي تضع المدرس او المحاضر تحت طائله القانون واعدوا اعداد الجنحه او الجريمه، طب هل انا عديت ستاف محترم مهيئ للتدريس للطالب، وهل انا خلصت الرقابه اللي موجوده عليه، وهل انا كفيت المدارس اللي موجوده عندي بالمدرسين اللي بشكل كافي عشان بعد كده قالوا لهم انت ما تديش درس بره؟ طب هل انا زي ما بقول ان ثقافه ولي الامر غلط ان هو دايما حريص على انه يدي لابنه بره دايما درس وعشان يحقق مستوى افضل، وطبعا العيال بتبقى دماغهم اتفرمت ليه النهار؟ يعني مفيش اب كده نفسه يصرف هو بالظبط دي حقيقه، دي ثقافه وان كانت صحيحه او ان كانت خاطئه، ولكن على الصعيد هو لو ما اداش الدروس الولد هينجح؟ لا ما انا بقول لحضرتك ما هو يعني هي دي بقت ثقافه بالنسبه لنا، فخلاص فهو هيدي دروس. طيب هل انت قبل ما تقول لولي الامر ان ثقافتك دي بقت غلط دلوقتي، هل انت اديت له الاكتفاء الذاتي اللي يكفيه من ناحيه ابنه ويروح المدرسه يسال يلاقي ستاف مدرسه مثلا كامل او المدرسين كاملين والمدرسين على اعلى مستوى عشان اقدر اقول له لا ده حضرتك ثقافتك حاول تغيرها، لا ده احنا الناس عندنا مور كواليفيكيشن مثلا، ما فيش الكلام ده. فانا بقول لا انا يعني انا مش مع الدروس وبرده مش ضدها، بمعنى انت مش ضد الدروس؟ لا. طب حضرتك حقيقة النهارده معايا هبه، ونشوف هبه عايزه تكلمنا في اي موضوع من الموضوعين. اهلا بيك يا استاذه هبه، اتفضلي. احنا بنتكلم في انا هاخد الموضوع بتاع الطلاق والدراما والمسلسلات هي سبب انتشار الطلاق. نعم. لا ما اعتقدش حضرتك ان ده بتبقى مؤثره، لان برضه بتيجي بعض الحاجات فيها حب رومانسي والكلام ده. هي بتبقى تفرع من التزوج يعني. ما بقوش فاهمين بعض، صغيرين في السن، عايزين شباب عايز يتجوز ويجرب، من كده بتفوق بالفشل. ما اعتقدش يعني ان الدراما بتكون لها دور في كده، يعني زي ما بتقول على الطلاق بتقول على الحب
والحاجات لا يعني هو بيتكلم من منطلق ان هذه المسلسلات خلتنا بناخد مقارنه ما بين الواقع اللي احنا عايشينه في المجتمع العربي وما بين الصوره الجماليه من جمال الزوجه، من رشاقه الزوج، من البيت الانيق الكومباوندز اللي بنشوفها في المسلسلات. بس انت شايفه ده ما بيأثرش؟ لا أكثر أصلا. نعم بشكرك جدا جدا. طب ليه بقى تاني لقضية الدروس خصوصية قلتي لا أنا مش ضدها؟ لا مش ضدها ومش معاها، بمعنى إن أنا بدل ما هتكلم في تجريم الدروس الخصوصية هتكلم في تقنين الدروس الخصوصية، بمعنى إن لو في حد مثلا عنده عجز ما في مدرسة في مدرسين، ودي وارد جدا إن هي تحصل في مدارس كتير، يعني ممكن يبقى غصب عنهم سواء في المدارس الخاصة أو في المدارس الحكومية، يبقى ساعتها مش هقدر أقول لا أصل الدرس غلط، ساعتها ما أقدرش أقول. يعني عندي عدد مش فاهمين في عجز. اه طبعا في مدارس حكوميه فيها ما فيهاش مدرسين، في مدارس خاصه في مدارس خاصة ما فيهاش مدرسين طبعا. في مدارس خاصه بيدفع فيها الافات مؤلفه ما فيهاش مدرسين، بيحصل وده بسبب طبعا التفرقه اللي ما بين المرتبات وبين بعضها، وبسبب ان ما بيبقاش في عقود مبرمه شديده على المدرس، فلو جاله 50 جنيه في مدرسه زياده بيروحها خلاص بيسيب المكان اللي هو موجود فيه، فدي من ضمن الاسباب يعني. بس يعتزم ما يكملش لاي سبب من الاسباب. وعلى نفس التوازي المدارس الحكوميه في ولاد انا بشوفهم يعني، وتحديدا يمكن في ناس من العيله عندي، لا هو طب انتوا بتروحوا من المدارس بدري ليه؟ هم مشهوره بدري اصل ما فيش حد. يعني ايه ما فيش حد؟ ما فيش مدرسين. ندخل على الجروبات الكبيره، ده المدرسين ده في عجز فعلا في المدارس الفلانيه والفلانيه والفلانيه في المحافظات الفلانيه والعلانيه، ما عندهمش مدرسين كفايه. يعني ما اجيش انا بقى في الحاله دي واقول لا اصل معلش مش هقدر ابني ادي لابني درس عشان احاول ان انا اقوم الثقافه اللي الدكتوره بتقول عليها. لا طب ما هو ما عندوش اصلا السبلاي الاساسي اللي يقدر يدي المعلومه للولد، مش موجود. اقدر ساعتها اقول لا ده انت كده بتجرم في حق ابنك، او انت كمدرس خارجي بتجرم في حق الطالب ان انت بتديله، ما هو ما عندوش مصدر ثاني. طب احنا طول عمرنا يعني احنا يعني اكيد اهالينا برضو وجدودنا كانوا بيدخلوا مدارس وجامعات، وما كانش طبعا دروس خصوصيه منتشره على ايامنا زي دلوقتي، ولكن فكره تجريم دروس خصوصيه ده عمرنا ما سمعنا عنه. يعني ده كنا بنتكلم ان دروس خصوصيه بقى فيها مبالغه وان الاسر بتدفع ملايين الملايين كل سنه. ايه اللي وصلهم النهارده يعني النواب اللي هم بيعبروا عن الشعب ان هم يوصلوا في النهايه عايزين نجرمها بقى؟ ما المساله زادت عن حدها يا دكتور. لا يعني انا من وجهه نظري من خلال تعاملي في قطاع المدارس، لا ما ينفعش ان انا اخليها جريمه ابدا. لا اعمل الاكتفاء الذاتي الاول اللي يكفي المدارس واللي يكفي الطلبه دول، واعمل رقابه مشدده يا ساده يا اللي في البرلمان، اعمل رقابه مشدده على المدارس واشوف الاولاد دول بياخدوا حقهم صح ولا لا، وبعد كده اجرم الدروس اشوف الاولاد خلي بالك المدرس ولا الطالب. لا هي 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 الفكره بس في حاجه برضو انا بحب ان انا اوضحها، ان احنا في بيننا وبين بعض فروق فرديه. الطالب نفس الكلام، المدرس بيبقى داخل عايز هو قدامه تاسك معين لازم ان هو يخلصه، ما يقدرش المدرس في خلال وقت معين ان هو يخلص التاسك ده لكل الفروق الفرديه اللي موجوده قدامه. افترض ان ولد عندي يعني عنده صعوبات تعلم، وده وارد ان هو يبقى موجود وموجود كتير جدا على فكره دلوقتي بسبب طبعا انتشار الكرتون وانتشار الميديا الزياده عن اللازم، بيحصل حالات من دي كتير جدا موجوده في المدارس. طب ده يعمل ايه؟ انتشار الميديا مش فاهم يعني انتشار الميديا زياده لازم الكرتون الامور الام اللي سايبه الكمبيوتر قدام مصيبه يحصل له ايه في الاخر بقى؟ بيجيله سمات توحد. سمات انا عندي في المدارس في ناس مصابه بسمات شديده من الدرجه الثانيه والثالثه في التوحد بسبب الكرتون. يعني اولاد بيولادوا عاديين جدا ما عندهمش اي مشاكل ذهنيه اطلاقا، بعد سنه ونص سنتين من الاعاد المستمر على الكرتون بيوصلوا لمرحله التوحد. لا دي حقيقه، فدي كارثه. فبالتالي اصبحت الحقيقه او الكارثه دي منصبه على التعليم، بقى في صعوبات تعلم وانتشرت جدا مراكز صعوبات التعلم دلوقتي. بس هنكمل حوارنا، ومهم جدا ان كان على فكره ان الكرتون بيأثر ده. بس ناخد ام فارس معانا. انا بيك يا ام فارس. ازيك يا استاذ احمد؟ يا اهلا بيك اتفضلي. حلو عايز الموضوعات دي يا استاذ احمد. بشكرك وبنحاول يعني نقدم لكم كل اللي انتم محتاجينه. اتفضلي، عايزه تكلمينا في اي موضوع من الموضوعين يا ام فارس؟ الاثنين. انا معجبه بكلام الاستاذه. بتتكلم عن صوت البيت. نعم. كل اللي بيحصل في البيت فعلا. لكن بالنسبه للتعليم اللي هو الدروس الخصوصيه يا استاذ احمد، احنا عشان نحد من الموضوع الدروس الخصوصيه هما هيجرموها ويطلعوا قانون. القانون ده يعني بيحكوا فيه من زمان قوي يا استاذ احمد وما شفناش تفعيله. وبعدين احنا عايزين نحد من الدروس الخصوصيه، نسهل الامتحانات على الطلبه، ما يبقاش في بعبع زي الثانويه العامه كده، ما يبقاش في بعبع في اسمه الامتحانات او الثانويه العامه. الامتحان يعني نسهل الامتحانات يعني ننجح الناس. ده انا عندي ناس بتجيب 100 و1% كان في غش. لا كان في الحاله اللي حصلت دي كان في غش.
بس في ناس يعني في كتير بيجيبوا 99% و99.8 من 10. في ناس ثانيه بتجيب اقل يا استاذ احمد، دي فئه معينه بس فئه كبيره ما بتجيبش الدرجات اللي هم عايزينها. طب انت مع تجريم دروس خصوصيه؟ انت مع ومذاكرين الكتاب ومذاكرين النماذج وبيخشوا بيلاقوا اسئله ثانيه خالص. طب انت مع التجريم ولا نسيبها زي ما هي كده؟ لا لو هم وقفوا الدروس الخصوصيه امال العيال هتنجح ازاي؟ اولادنا ينجحوا ازاي يا استاذ احمد؟ هي يعني المدرسه بتدي كل حاجه، الحصه مش كافيه للمدرس يتابع كل الطلبه، والحصه مش كافيه ان المدرس يقول اللي هو عايزه، ومفيش مدرس بيخش يشرح زي ما بيشرح في الدرس. استحاله يا استاذ احمد، ما حدش هيقدر يسيطر خالص، ولا والدروس الخصوصيه تفضل طول العمر. انا بشكرك جدا جدا، بس انا يعني ده بيخليني انحني لكل الاساتذه اللي درسولي سواء في الكليه سواء في المدرسه. بصراحه يعني لا، كنا بنطلع بنحس المدرس بيتحرق دمه في ال 45 دقيقه بتوع الحصه، وحريص كل حصه ان هو يدينا المعلومه ان احنا نبقى كلنا فاهمين. وكان فصلنا كان 44 واحد و45 ما كناش يعني 20. ف لا ولا زالت والله موجوده النماذج دي. بس استاذ محمود يعني نماذج يعني دول اللي علمونا، وكنت من الاوائل على مستوى الجمهوريه في الثانويه العامه من غير ما اخد دروس. ما شاء الله الله اكبر. يعني معايا استاذ محمود. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعادتك انا هتكلم في موضوع تجريم الدروس الخصوصيه. اتفضل. معاك تجريم. انا بتكلم بخدمه 39 سنه في التوجيه التعليم، منها 19 سنه في التوجيه. نعم. بدل طبعا احنا مع تجريم الدروس الخصوصيه يعني عشان لكن السؤال يعني عده اسئله. اولا بخبره سنين كبيره في التربيه والتعليم مفيش مدرس متخصص. انا كنت موجه رياضيات ابتدائي. مفيش تخصص في ابتدائي الا في حدود 5% او 10% بكتير خالص. ده من ضمن الكلام. ازاي يا حقوق اللي درس رياضه يا دبلومات كانت في الاول ودعوها الوقت حاليا تدرس يا لغه عربيه اللي درس رياضه، يعني مفيش تخصص. انا ادور في الاول على ان التخصص في الاول اعمل مدرس متخصص عشان يدرس. يعني ده مسموح بيه بس يعني استاذ محمود ده مسموح بيه في المرحله الابتدائيه بس، انما اعتقد في المراحل المتقدمه بعد كده لا، لازم يكون متخصص. لا ما انا بتكلم سعادتك على خبره انا في المرحله الابتدائيه. تمام. فهيك انا عايز اقول اولا ثانيا ادور على كثافه الفصول اجللها. يعني بدل الفصل 50 و55 و60، طب اجلل الكثافه في الاول وبعد كده ادور على ان ما عنديش مدارس. ما عنديش يا فندم يعني يا استاذ محمود، احنا يعني بنزيد 20 مليون في السنه، هيلحقوا لنا مدارس منين؟ لما احنا قاعدين كل واحد بيجيب لي خمس ست عيال، اجي اقول له في الاخر انا عايز فصل فيه 20 نفر، طب ازاي؟ ومجاني التعليم والمصاريف 50 جنيه في السنه. ما فيش 20. لا انا مش بتكلم على 20 سعادتك، ما انا ما بقولش 70 وبعد كده اقول 20، لا انا ما بتكلمش على كده. انا بتكلم على في الاول ادور على الاساسيات بتاع ازاي ادرس لطالب كويس، وبعد كده ادور على جرب دروس خصوصيه، انما انا عايز تميز مش واخد حقه. يعني انا كنت بمسك الكتب عشان ارجح كام كتاب من الكلام زي مش عايز اقول 25% بس من الكتاب محلول غلط، اللي هو غصب عن المدرس او المدرسه مش متخصص. بتكلم يقول لك انا مش متخصص، طب هتعمل له ايه؟ المدرس نفسه بيقول انا مش هتشرح التلميذ ولا هتشرح المعلم، كنت مضطر اشرح انا جوه الفصول، ويجي بعد كده واحد من خبراء التكوين مثلا يكون موجود في المدرسه بتاعنا يقول لك كده غلط، احنا مش جايبينك عشان ده انت مش جايبينك عشان توجه مش عشان تشرح، طب المدرس مش عارف اساسا المنهج. صح. مش متمكن منه، فيعني في عوامل كتيره قبل ما تجرب الدروس الخصوصيه، دور شوف المشاكل اللي المدارس ايه اعملها. نعم انا بشكرك واضح في الموضوع ان ده بيقام اكتر بقى للمراحل الاساسيه بتاعت التعليم الاساسي اللي هو المفروض انت بتاسس فيها اصلا الطالب عشان يبقى مؤهل بعد كده ان انت توزعه. طب ليه ما تقوليش ان تجريم الدروس الخصوصيه وهذا المشروع اللي تم نشر تفاصيله خلاص في الصحف من امبارح بيتكلموا فيها، ده قد يدفع في النهايه المدرس انه يرجع بيته الاساسي وهو المدرسه. ده يدفع ولي الامر يقول لابنه تعالى يا حبيبي خلاص السبوبه اللي كان المدرسين بيعملوها عشان ما يشرحش في الفصل انا ما عنديش غير الفصل، ولو سقطت ما عنديش بديل، لازم تنجح. احنا عشان كده بنقول تقنين وليس تجريم. ليه احنا بنقولش ده؟ ماشي، ما هو كل ده صح، بس احنا بنقول تقنين وليس تجريم. ليه؟ لان في يعني تقنين بمعنى ايه؟ طب ناخد اسماء ونرجع تاني نعرف ايه الفرق ما بين تقنين وتجريم. ونتكلم كمان على الناس عندها توحد. اتفضلي يا استاذ اسماء. اتفضلي. وصل التلفزيون. اهلا بيك. اتفضلي. استاذة اسماء اتفضلي. لو سمحت ممكن اقول حاجة؟ اتفضلي. عاوزة اقول كلمة لسيادة الرئيس لو سمحت.
انا بص اقول لك استاذنك بس يا استاذه اسماء، استاذه اسماء انا بشكرك جدا جدا جدا. في ايميل لرئاسه الجمهوريه، في ارقام تليفونات خاصه بالشكاوى ممكن تتواصلي معاهم مباشره. انا بشكرك جدا. نرجع تاني ل الحالات اللي قلتي لي فيها عندهم مشاكل، اللي هم من كتر الكمبيوتر والكلام ده وصلوا لمرحله ان هم ما بقوش قادرين يتفاعلوا مع بقيه زملائهم، يعملوا ايه؟ عندهم صعوبات تعلم طبعا، تاخر دراسي، وممكن يحصل لهم حالات كهرباء زياده على المخ، تشتيت وفرط حركه. لا دي ليها مشاكل كتير جدا. موضوع الكرتون ده ممكن يبقى عنده هو اوريدي سلوك عدواني، ممكن خلال فتره زمنيه معينه لو هو بتركيز شديد جدا تبص تلاقي ابنك في يوم من الايام هو بيقلد الشخصيه الكرتونيه بالكامل، بيقلده في الصوت وفي اللغه وفي اللكنه وفي كل حاجه. فلا دي طبعا كارثه، وخاصه في المراحل الاوليه من العمر. بلاش ان الام تبقى مريحه دماغها ومعتمد على ان الولد بيتفرج على كرتون فمفيش مشكله، لا ده هي دي المشكله. هي دي المشكله طبعا. طب ليه ما تقوليش ان ممكن يبقى في كرتون خاص بعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، ويبقى هو ده مساعد المدرسه ومساعد الكتاب المدرسي ويعلم الطالب يعني يصلي، يعني في مدارس بتشتغل بالانتراكتيف ليرنينج وبتحط فعلا فيديوهات بتخص الحاجات اللي هي التعليميه دي، ولكن ما بتبقاش بعدد الساعات اللي بيتفرج عليها الطفل في الكرتون ابدا. يعني التعلم التفاعلي بيجي عن طريق بعض الفيديوهات فعلا اللي موجوده على اليوتيوب، فيديوهات تعليميه. مفيش مشكله في ده خالص، لكن مفيش فيها فيديوهات صماء زي توم اند جيري مثلا. يعني دي تعد من تصنيفات السينما الصامته، ودي اخطر انواع السينما على الاطفال. طب احنا لسه بنتكلم على مشروع قانون مقدم للبرلمان خاص بتجريم الدروس الخصوصيه، هل ده مفيد؟ هل ده مضر؟ هل ان الاوان احنا نصدر هذا القانون؟ معايا استاذ احمد من المنوفيه. اهلا بيك استاذ احمد، اتفضل. احمد بيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكر حضرتك وضيفتك الكريم وكل المعزين وكل اللي حواليك. بشكرك، اتفضل. ربنا يخليك. جميل قوي قوي الموضوع بتاع النهارده يا فندم، واتمنى يبقى في الملف ده ما يتسابش لما يبقى فيه كلام جديد يا فندم. اولا يا فندم، تجريم الدروس الخصوصيه هو الامر المهم والافضل، تمام، ولابد من رفع المرتبات يا فندم لتواكب ظروف الحياه. دي حاجه. حضرتك انت عايز تقول يعني لو هنجرب دروس خصوصيه يعني اكفوا الحياه كريمه للمدرس حتى لا ادفعه؟ الله يبارك فيك. ده شيء طبيعي يا فندم. المدرس اللي يدي دروس خصوصي يعني هتديله انذار مره، اداه عملها تاني يفصل من وظيفته يا فندم، يسيب مكان لغيره، تمام؟ بلاش برضه يا فندم رجال الاعمال والاثرياء. يعني هي دلوقتي بتقول لي انذار، انا عندي القانون في حبس. استاذ احمد انت القانون بيوصل فيه الى حبس. نعم. إذا القانون مش فصل، القانون فيه هيتحبس. يا كلام فندم، ده يا فندم معلش مع احترامي. يعني أنت ضد إن المدرس يتحبس؟ معلش ما يبقاش عبرة تلميذه اللي اتخرج من تحت إيديه يا فندم هيبص له بصة مش كويسة، لا هو يفصل يا فندم أحسن. يفصل خالص يا فندم. يعني يعني الحد الأقصى العقوبة ما توصلش للحبس. بنسبة 99% من المدرسين اللي بيدوا دروس يا فندم معلش مع احترامي مش أكفاء في مدارسهم يا فندم، هم أكفاء في المادة العلمية اللي مرسوها بره في الشغل. اللي جوه المدرسه يا فندم راجل محترم اللي بيراعي ربنا وبيراعي ضميره حاله متنيل ب 60 ميله، لا عارف يجيب لك ملبس كويس ولا عارف يجيب، تمام، ولا عنده ولا في حد بيشجعه معنويا ولا ادبيا ولا ماديا. حضرتك المدرس المثالي يا فندم بيبقى من اصحاب الدروس الخصوصيه، المحترم اللي ما بيديش خصوصيه عمره ما كرم كمثالي. النقطه الثانيه لا يعني يا استاذ احمد برضه مش عايزين نعمم، بالعكس انا لسه دلوقتي بقول لك على حال المدرسين اللي علمونا واللي ما كانوش بيدوا دروس خصوصيه بكلمه احمد بيه. يا احمد بيه، انا من انا انا من انا معلم خبير في التعليم يا فندم، في التعليم الفني. نعم. انا بقول يا فندم الدروس الخصوصيه عامل من عوامل انتشار المخدرات، تمام. كتير من الطلبه بيروحوا يستنوا مدرس الدروس الخصوصيه، ده بيعزم على زميله بالسجاره والسجاره تجيب غيرها يا فندم، تمام، بيتاخروا وسيله. يعني اذا حضرتك مؤيد لهذا القانون بس بتقول ما يوصلش للحبس. بشكرك جدا. ما يوصلش للحبس، يصل الى انذار ثم فصل بعد كده. معايا استاذ سعيد. اهلا بيك استاذ سعيد، اتفضل. استاذ سعيد اتفضل، احنا معاك. يا فندم اتفضل. احنا كنا بنتكلم عما نشر في صحف اليوم والامس بخصوص الاول، بتكلم في موضوع دروس خصوصيه ولا موضوع المسلسلات؟ هتكلم في الموضوعين يا فندم. في الموضوعين اتفضل. خب الجمعه في السعوديه الاسبوع اللي فات كانت بتتكلم على المسلسلات، اتفضل. اه طيب. بص هتكون موضوع دروس، لا موضوع دروس خصوصيه الاول. طب وطي صوت التلفزيون يا استاذ سعيد، وطي صوت التلفزيون واسترسل وانا سامعك، اتفضل. طب اوكي ماشي. تمام كده. تمام كده ساعتك؟ انا سامعك يا استاذ سعيد، اتفضل.
طب انا ابوي بتكلم في موضوع الدروس الخصوصيه ده. ايوه. ده موضوع قاسي جدا. اولا المدرسين دول اصبحوا تقريبا مليارديرات، مش هقول مليارات، يعني عندهم يعتبروا ما ينقصوا يعني قوت الشعب مصر كله. فاتمنى طبعا بعضهم مش كلهم، يعني هم برضو اهالينا ولابد ينفذ. يعني عايز تقولي في جزء من المدرسين يعني استغلوا واستنزفوا جيوب الاهالي. سعاده الباشا مش يعني انت عايز تجرم القانون، يعني انت مع تجريم الدروس الخصوصيه. تجريم وفي نفس الوقت انت بتقول ساعتك جزء، ده مش جزء، ده الكل. ده الكل، ده انا بنتي اصلا في جامعه خاصه، انا بصرف على ابني في اولى ثانوي قدها ثلاث اربع مرات. يعني شيء بشع بصراحه. طب هو السؤال، حضرتك بتصرف ليه على ابنك مثلا 100,000 جنيه في السنه؟ ليه؟ نعم؟ انت بتقول لي بنتك في جامعه خاصه بتصرف على ابنك في اولى ثانوي اربع اضعاف. يعني أربع. ابنك بتصرف عليه 100,000 جنيه مثلا؟ لا مش يعني مثلا لو بنت يعني بنتي 30,000 في السنه، انا بصرف عليه اكثر من 30,000 مرتين اعتقد. يعني 60,000 ليه؟ هل ابنك حضرتك لو يعني بعد اذنك لو ابنك قاعد يذاكر يا استاذ سعيد، لو ابنك قاعد يذاكر وراح الفصل ورجع حضر الدروس ورجع اجتهد بدرس او درسين، هيسقط اخر السنه ومش هيجيب مجموع كويس؟ لابد ايه؟ لابد انه يسقط. ده لا بالعكس، اقول سعادتك ان هو انا ابني متفوق جدا على فكره. متفوق بالدروس ولا من غير دروس؟ لا متفوق بالدروس ومن غير الدروس، بس هو خلاص اعتاد على انه لازم ياخد دروس. لا ما هيش ادمان، ما هيك برضه عامل مساعد في ده. يا جماعه حضرتك دلوقتي قلت شهاده يعني ضدك مش معاك، لما تقول لي انا ابني شاطر وهينجح بدروسه يعني من غير الدروس. يعني منطق ان انت تبني طيب. لما يكون ضعيف، لكن لما يكون شاطر. يعني انت ساعدت ابنك على ده، طب انا ليه اتعب ما دام بابا هيدفع 60,000 جنيه يجيب لي بيهم دروس؟ انا بحاول يا بس حاول، وبلاش كل الامور يمسكوا يعني. ساعتك يا بس اسمع، انا بس بقول لحضرتك ان هو معاك اتفضل. انا بقول لحضرتك ان هو اصلا من غير الدروس ممكن، بس انا مش قادر امنعه من الدروس. ليه؟ انت حضرتك لو جربتها خلاص ابني هتفوق من غير الدروس. ايوه ما نجرب، ايه اللي هيحصل؟ هو خلاص مع اصدقائه مع ده بياخد يعني دروس بتفيده بعض الاحيان، بس هو برضه في المدرسه كويس. امنعوا انتوا الدروس، امنعوها. لا بعد اذنك ده مش منطق. لا يعني ما تقوليش ان ابنك شاطر ومطلوب من الدوله هي اللي تجرم. اصل هي مش فرضاها عشان تمنعها. مش فارض عليك، يعني انت عارف زي بالظبط التفاح موجود في السوبر ماركت تقول لا اخفيه عشان ما اشتريهوش. لا لا تقننه والله تمنع. همنعهم، انت برضه انت هتدفع له. انا احاول بقى، انا احاول امنعه بس ارجوك الدوله تقنن. انا مش بتكلم عليا الشخص يعني. طب هو هيفرق معاك التقنين ده في ايه؟ هنقيم التقنين ازاي؟ يعني هل لو في مدرس يا استاذ سعيد جاي لحضرتك البيت، القانون هيقنن حاجه زي دي ازاي؟ يعني هل هيشوف هو جاي لك البيت فهيعمل له جريمه او جنحه او يعني ازاي؟ يعني هو جاي لحضرتك البيت دلوقتي. انا برضو انا بص يعني انا عشان بس ما اطولش، انا عشان ما اطولش. اتفضل يا استاذ سعيد. هو انا بشكرك، انا بشكرك، رسالتك وضحت واكيد في كتير بيعملوا حضرتك بتعمله، اللي هو متصور ان هو لما يصرف على ابنه 60-70,000 جنيه في السنه ده غير مصاريف المدرسه يبقى انا عملت اللي عليا، وابني زي الفل وشاطر وذكي ونبيه، بس ليه الناس كلها بتاخد دروس خصوصيه؟ احنا كده ما حلناش المشكله، ولا الدوله عمرها هتحل المشكله. يعني كل واحد يبدا بنفسه، انا ما اديش درس خصوصي لابني الا اذا حسيت ان ابني بيجتهد وبيحاول مره واثنين وثلاثه وانا حاولت معاه فشلت، فاضطر اديله درس في حاله واحده وحاسسه دايما ان هو استثناء. يا فندم احنا بنشوف اهالي بيدوا للولاد دروس وهم في كيجي. دروس ايه؟ وهم في كيجي لسه. هم في كيجي وانت معايا يعني سالي. انا بيك يا استاذه سالي اتفضلي. ايوه مساء الخير. يا مساء الخير. انا كنت عايزه بس يعني اوضح لحضرتك، اولا تجريم دروس، انا مش مدرسه على فكره. تمام. لكن انا مثلا كأم ممكن احتاج لدرس في ماده ابني فيها مش شاطر. يعني. والمدرس عنده ضمير وبيشرح وابني اللي عايز توضيح ازيد، يبقى اذا ما نقدرش، يبقى الطرفين في احتياج. اللي انا بعمل تبذير ولكن سوء فهم الماده، مثلا في واحد ما بيحبش الماده محتاج فيه شويه. ده مش عيب. لا لقدراته على قده. لا للمدرس اللي حاسس انه عمل اللي عليه في الكلاس وان هو محتاج يدي وقت زياده لطالب عنده، فطبعا بياخد اجره، ولا كده مش تمام؟ تمام. بس حضرتك حاجه ثانيه. اتفضل. يا حضرتك متفقه معايا ان في اولياء امور زي اللي اتصلوا بيا بيدوا مجرد ان اصحابه بياخدوا دروس،
فياخد زيهم او ان انا كمان ازعله او برضه هو تطعيم ولا ايه؟ طب انا بشكرك جدا. في اي اضافه ثانيه يا استاذ سامي؟ المسلسلات انا مش متفق تماما برضه مع ان المسلسلات بتاثر على الزوج والزوجه او على ان واحد عمل جريمه يبقى الثاني يطلع يروح يعمل الجريمه، هو بيشوف نهايه الجريمه في الاخر يا اما السجن يا اما يعني اعدام او حاجه. يعني اذا الاول الوازع الديني او الضمير في اي حاجه، وبعدين ما بيشوفه مش بس بيضرب مش كمان زوج مش بيعمل زوجه كويس، في زوج بيضرب زوجته. يعني اذا كل النماذج دي بنشوفها. طب انا سالك سؤال وعايز برضه ست يعني حاولي تفهميني شويه. انا قعدت مع بعض الناس اللي موجوده في الارياف قالوا لي يعني احنا مش متجوزين ستات، احنا اللي شفناهم في المسلسلات التركي دي لا معلش ده ناس خلاص اخذوا عمر معاهم وشافوا بعد كده ناس ثانيه شباب صغيرين عايزين يعني المقارنه هي دي المشكله. المقارنه هي دي المشكله. بشكرك جدا. لا انا بشكرك جدا جدا. معايا اتصال تليفوني سريع. الو الو اهلا بيك استاذ سيد الشبراوي. اهلا بيك يا فندم اتفضل. ايوه الله يخليك يا استاذ احمد، كيف حالك؟ الحمد لله. هيك عايز تكلمنا في اي موضوع يا فندم؟ الموضوع اللي دروس خصوصيه. اتفضل. مشروع تجريم الدروس الخصوصيه اتفضل. طبعا ده في موضوع الدروس الخصوصيه احنا اللي انا شايف انا كنت مواجه اول ومتقاعد عن المعاش. ايوه. هي المشكله احنا بنعالج مش بنعالج المرض. أنا ما عارف أعراضه. أنا بشوف المرض سببه إيه. تمام. يعني حضرتك ضد تجريم الدروس الخصوصية. طبعًا ضد تجريم الدروس الخصوصية. بس أكيد سمعت المداخلات التليفونية اللي دخلت قالت إن المدرسين بقوا كونوا ثروات واستنزفوا موارد الآباء. يا ماما كل واحد بيتكلم من وجهة نظره. أنا بكلمك بصفة إن أنا كنت في التربية والتعليم. وكنت ماضي أول. وبتابع مدارس. ولادك اللي بياخدوا دروس خصوصيه في كل حاجه؟ ولادي خدوا دروس خصوصيه في كل حاجه وبسم الله ما شاء الله كلهم دكاتره دلوقتي. يعني هو دكاتره بالدروس الخصوصيه لو ما كانوش خدوا الدروس ما كانوش فلحوا بقوا دكاتره. بالتاكيد ما تسالني ساعات ليه ليه التقصير منين يا فندم؟ اسمع الدكتوره بقى اتفضل. يعني التقصير منين يا استاذ سيد لو انت ما اديتش الدرس؟ اقول لحضرتك حاجه. اولا طبعا في حكايه التدريس ديت كفاءات. تمام. وتختلف من مدرس للتاني. اكيد. مش كل المدرسين كفاءة واحدة. نعم. أكيد طبعا. بالتأكيد. يبقى في الكفاءات ديت كل مع الوقت العدد بتاعهم بيقل. يعني احنا لو مسكنا أنا كنت مثلا في محافظة شمال سيناء بمر على مدارس كان مش كل المدرسين على مستوى المحافظة كفاءة واحدة. نعم. كان الكفاءات عندهم محدودين في ثلاث أربع مدارس و10 مدارس لسه. طب معلش مع احترامي يا سيد بقى طالما حضرتك يعني حد من اهل البيت يعني فاولى بان احنا نقول لحضرتك حاجه زي دي. حضرتك مش شايف برضه ان الموجهين مقصرين تقصير شديد اصلا في استيفاء السلبيات اللي موجوده في المدرسين؟ انا بشوف ان الموجهين في المدارس ما بيقوموش للاسف بالدور ده. بس سريعا يا استاذ سيد عشان الوقت بس يعني بيسرقنا. انا هقول لحضرتك يعني عشان نلاقي حل بس للمدرسين اللي عندهم قصور. انا ابني في المدرسه. تمام. وانا شايف المدرس اللي عنده في ماده رياضيات مثلا. أيوة. كنت موجه اول رياضيات. مش بتديله الماده بما يجب ان هو الواد يتفوق فيها. نعم. هو امكانياته غير كده. فانا مثلا في مدرسين صاد غيره. عارف كفاءته عاليه اودي ابني عنده. لا استاذ سيد في نقطه برضو انا بشكرك جدا بعتذر عشان ضيق الوقت بس هي الدكتوره كانت بتتكلم في فكره دور الموجه انه يخلي المدرس يلتزم بوجوده في المدرسه. يعني من فكره غياب المدرس وجود فصول بلا مدرسين هو بيدفع في المقام الاول لاولياء الامور ان هم يدوا اولادهم دروس. ايوه وفقد روح التدريب اصلا المدرسين. ما المدرس ده برضو من حقه في كل المدارس اساسا ان هو يلاقي تدريب من قبل الموجهين او من قبل الوزاره عشان يقوموه او يخلوه على الاقل ابديت بكل حاجه بتحصل حواليه يعني. لكن لما يكون في فروق فرديه بالشكل الفظيع اللي استاذ سيد بيحكي عنها دي، طب هو المدرس فين من القصه دي؟ فين التدريب بقى اللي رايح او فين التوجيه اللي رايح عشان يقول يا جماعه انتوا عندكم قصور كذا طب تعالوا اعمل لكم تدريب في كذا فين؟ عموما احنا طرحنا النهارده قضيتين بلا شك يعني ما خدوش وقتهم. تابعونا ان شاء الله في الاسابيع القادمه هنتابع القضيتين دول، قضيه تاثير الاعمال الدراميه بوجه عام سواء مصريه عربيه خليجيه تركيه على استقرار الوضع الاسري، وايضا فكره المشروع القانوني المفروض سوف يتم تقديمه الاسبوع القادم في البرلمان، هنناقشه ونشوف برضه ايجابياته وسلبياته. بشكر ضيفتي الكريمه الدكتوره ولاء شبانه.
التعليمي وبنستفيد دايما من علمك وخبرتك في مجال التعليمي والاسري. مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهارده، تابعونا غدا ومشروع اخر مقدم للبرلمان بسجن وتغريم ومعاقبه الابن العاق. يعني بمعنى انا هشتري حنيه الابناء للاباء والامهات، لا اما هسجنك لو ما سالتش على ابوك ما صرفتش على امك هسجنك او هدفع غرامات. هو ده الحل اللي وصلنا لده، وهنعرف كمان راي مجمع البحوث الاسلاميه في هذا المشروع غدا مع دكتوره مالك يوسف زرار استشاري الاحوال الشخصيه. تابعونا حلقه جديده من برنامجكم عامل تسالون مع احمد عبدون في الرابعه باذن الله.